وبعدين بنقول الثلاث أواشي الكبار، السلامة وال سيدنا كذا والآباء والاجتماعات الكبيرة. وبعد كده قانون الإيمان. وما فيش لترجية سيدنا من غير قانون الإيمان طبعا، لازم الصلاة قائمة على الإيمان. يعني إذا كان الإيمان صحيح يبقى فيه استجابة، الإيمان مش صحيح ما يبقاش فيه استجابة. عشان كده بنردد قانون الإيمان لنؤكد أن إيماننا صحيح. بتهيألي يا سيدنا كل الأسرار لازم يكون فيها قانون إيمان، كل لترجيات الأسرار طبعا، حتى النفت كنتهم الأربعة دول لازم قانون إيمان، لازم طبعا. بعد كده بتقال أسباسموس الأدام، أسباسموس يعني سلام.